طبعا من الأخطاء الشنيعة. إذا فهمنا هذا، وأرجو أن تكونوا كذلك، لما فهمنا فسيح جاء خطاب، وجاء الخطاب تحول الخطاب إلى غير المؤمنين في قوله براءة، وجاء بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الحضور وليس الغياب، وليس فليسيح وإنما فسيح، تعلم منه علما يقينيا لا يغفل عنه إلا أعجمي من استدلال بعض الناس على أعمالهم في الخروج في سبيل الله بهذه الآلة. وأنا في صغري كنت أحمل بطلان، وكنت طالبا في الثانوية، وناقشت عددا كبيرا بعد سماعي بأذني هاتين، والله يشهد ويسمع، أشهد الله وأسمعه على ما سمعته وأنا صغير من أناس يحتجون على فعلهم في الخروج في سبيل الله بقوله فسيح في الأرض 4 أشهر. قل هذه آية الكفار يا جماعة، كيف تحتجون بها على أعمالكم؟ آية نزلت في الكفار، واليوم بنزيد الفوائد التي ذكرناها، فهذا يدل على فساد، على هذا الفساد. وأتعبتني هذه المسألة، وأتمنى على إخواني أن يتعلموا دين الله قبل أن يخرجوا وأن يعلموا وأن يفهموا. وكنت بعد تأمل شديد كنت أظن أن موضوع 4 أشهر عملية تنظيمية دعوية من باب العمل وترتيب العمل، مثل ترتيب الدراسة في الجامعات 4 سنوات، ترتيب الدراسة في الجامعات مشروع 4 سنوات، وفي الكليات وفي مركز الإمام الألباني الطلبة يدرسون 4 فصول في الدورة المستمرة، ويدرسون مدة 2 أسبوع في الدورة هذه الدورة الصيفية. هذا ممنوع ولا مشروع؟ مشروع. هذا مشروع، ما أحد يقول بمنعه، ما أحد يقول بمنعه. فكنت أحمل هذا، لكن الاستدلال بالآية خطأ. ثم يسر الله لي فنظرت في كتابين مطبوعات بالأردن. الكتاب الأول حضرة مولانا محمد يوسف الكندلو في صفحة 760، وكتاب آخر تذكرة حضرة جي في صفحة 104، وأنقل لكم كلام الكندهلوي بالحرف، أنقل لكم كلام الكندهلوي بالحرف. وأتمنى لا يقع هذا، وإن وقع يفحص، ونحن جهال، إن كنا جهالا علمونا، وإن كنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأوا إلى الله من هذا الكذب. اسمع ماذا يقول محمد زكريا الكندهلوي، وهو من كبار وأمير هذه الجماعة في العالم، الأمير الثالث أظن. يقول: إذا أراد النبي، هكذا يقول بالحرف، إذا أراد النبي الدعوة في الخارج فرغب الصحابة 3 أيام ثم قال لهم: تقومون بنفس العمل في الخارج كما قمتم به هنا. ثم يقول إنه صلى الله عليه وسلم قال ما بترتيب الأوقات، فخرج الصحابة من أهل المدينة 4 أشهر بأموالهم في سبيل الله. فهذا الاعتبار يقول: ومن هذا الاعتبار كانوا يصرفون 4 أشهر لقيام بيئة العبادة المحلية، وشهرين للتجارة، وشهرين لمنازلهم، و4 أشهر في الجولات الخارجية لقيام بيئة العبادة. 4 أشهر النبي كان يفعل. بعضهم حتى يستقيم له يقول: هذا مذكور في القرآن، هذا كذب على رسول الله. والنبي كان يعني يقيم ويخرج 4 أشهر، ما عرفنا هذا في السيرة وما عرفنا في الحديث، ونحن جهال علمونا. اذكروا لنا المصدر وهاتوا لنا بالإسناد حتى ندرسه ونتوب إلى الله عز وجل، لأنكم تعتقدون أن من لم يخرج معكم على هذه الطريقة آثم وإن كان من كبار علماء الأمة. فنتوبوا إلى الله من هذا الأمر، أتونا بالأسانيد حتى نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع محمد الكندهلوي، ولا نتبع الألباني، ولا نتبع ابن تيمية، ولا نتبع أحد. نحن نتبع قال الله قال رسول الله، جوؤونا بإسناد صحيح فيه هذا العمل حتى نتوب إلى الله من تركنا للخروج ونخرج. وخروج العامي وخروج لمن يجهل، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. طيب، سمى الله عز وجل فسيح في الأرض، هذه فسيح في الأرض مهمة،
ومهمة ومهمة ومهمة. وهذا تسمية الله عز وجل فسيحوا في الأرض، فسماها الله سياحة، قال فسيحوا في الأرض، وحددها بأربعة أشهر في حق من؟ المشركين، في حق الكافرين، في حق الكافرين. في فهمي وتقديري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت من حديث أبي أمامة عند أبي داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد. ما هي سياحة الأمة؟ الجهاد في سبيل الله. هل هي سياحة محددة مهدفة؟ نعم. سياحة الكفار فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، سياحة غير محددة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الآية، ويقول الشافعي فيما نقل الشاطبي في الموافقات ما من حديث إلا وله صلة بآية، في الكتاب والسنة متلازما. السياحة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي غير السياحة المذكورة في الآية. طيب فسيحوا في الأرض، ليس المراد سيروا في أرض أجدادكم أو في أرضكم فقط، وإنما سيروا حيث شئتم، بخلاف أمة محمد. سياحة لأمة محمد مخصوصة في الجهاد في سبيل الله. أذكر لكم لطائف والكلام طويل. أنقل لكم كلام الإمام أحمد، سبحان الله، العالم إن احتج بالكتاب والسنة كأنه ينظر إلى الغيب. علماؤنا الربانيون تجد كثير من المسائل في كلامه، لكن إن اعتصموا بالكتاب والسنة. اسمع هذا النقل، نقله شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 287-288، نقله عن الإمام أحمد. قالوا أما السياحة التي هي الخروج، هذا كلام الإمام، كلام شيخ الإسلام يقول أما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين، تخرج بغير مقصد، فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء، لا من فعل النبيين ولا من فعل الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها. ابن تيمية يقول متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. قال ابن تيمية والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله عما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا وهذا. من لطيف ما قرأت كتاب أخينا الشيخ عبد العزيز الرئيس، له كتاب عجيب، ودار كلامه وفاته هذا النقل من اقتضاء الصراط المستقيم على كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ارجعوا إليه، مجلد 11 صفحة 620-635، 11 620-625. أخذه وبوب عليه بقوله رحمه الله تعالى ابن تيمية وجماعة التبليغ، سماه هكذا الكتاب. وقرأ كلام ليس له فيه شيء، كلام ابن تيمية، وقرأ وقل سبحان الله سبحان الوهاب، كيف يهب الله عز وجل لبعض الناس بصيرة يعالج فيها أخطاء الحاضر وأخطاء المستقبل. ولا حول ولا قوة